بحلقة جديدة من مهنة لاعب سمايليست وبيدري تألق وتألق كبير في الحلقة الماضية. انتصارات بالجملة بدون أي خسارة بالشهر الماضي. نحن تاري الدوري بعد أتلتيكو مدريد البعد نقطة واحدة ومولع الدوري يا جماعة. كأس السوبر أخذناه على حساب ريال مدريد. كأس إسبانيا نحن بالدور الربع نهائي. والأهم دوري الأبطال نحن بدور الستاعش رح نلعب اليوم ضد فولفسبورغ. قبل ما نكمل المتعة مع بيدري المرشح لجائزة الشهر خلينا نوصل هاي الحلقة 30,000 لايك وبنفس الوقت اشترك كل شخص بيتابع مهنة لاعب يشترك لأنه في حلقات نارية قادمة. فأول مباراة راح تكون ضد رايو فاليكانو بربع نهائي كأس إسبانيا بإذن الله سهلة. بداية قوية وبلش التيكي تاكا الكتالوني اللي أمتعتنا بالحلقة القادمة. شوف التمريرات شوف التقدمات حلوة الأول للكتالون في الشباك جونجال بيس يا جماعة الكتالون متعة استمتع شوف اللمسات وسمايليستا صناعة وهدف أول للبارسا ركنية كتالونية هل ممكن استلمها بهذا المكان استلام يا سمايليستا 1-2 تسديد الثاني للكتالون والمتعة شفت لي الوانتو ما لحقنا نشوفها شوف سرعة الوانتو بين سمايليستا وغونجالفيس على ما أعتقد يا الله على الاستلام والتسديد هذا في أندري تشافي سعيد تشافي صفقة للتاريخ جدا جدا وبرافو شتيغن أوبوبا 1 إذا لرايو فاليكانو نعم إذا تأهل مستحق للبارسا حلو حلو الكتالون حلو البارسا أهم شيء الأداء الجماعي ما زال مستمر إذا بالنصف النهائي راح نواجه فالنسيا فيا ريال سوسيداد يبدو أن الكوبا دي إسبانيا أيضا للكتالون وراح نحقق كل البطولات حاليا عندنا مباراة بالدوري ضد ليفانت صح أنه ليفانتي مركز أخير ولكن ممنوع نضيع أي نقطة مهم جدا أنه نلاحق أتلتيكو مدريد يلا اسمع لسه الأول بإذن الله في مرمى ليفانتي حسمها والثلاث نقاط مهمة جدا الاول نعم من الاندريز عالمي الثانية كبير الثانية مثير لعيب هي جابها الكبير المتعة يا عيني والله متعة نعم اذا ثنائية اسماعيليستا خلت البارسا ينتصر اذا اتلتيكو مدريد مستمر بالصدارة بدون اي تعثر 53 نقطة نحن ملاحقينهم خطوة بخطوة 52 حاليا عندنا نصف نهائي كوبا دي اسبانيا اقترب لقب جديد يا بارسا مباراتين ضد فالنسيا واحدة بالكاس واحدة بالدوري فلازم نقضي عليهم منذ البداية فيران توريس حلوة الاول في نهائي الكاس نصف نهائي الكاس يا سمايليستا الاول رائع جدا ومثير البارسا مثير ديونج عرضية خطيرة جميل ورائع سمايليستا هدف من وحي الخيال شوف المتعة شوف المتعة شوف المتعة يا الله فالنسيا مرة أخرى ولكن أتلتيكو مدريد لحتى يحطنا تحت ضغط أكبر فاز بالمباراة قبل ما نبلش نحن 56 هن الفوز شرط يا برشا في هذه المباراة ديونج متعتك يا ديونج وبالرأس يا الله وحدة تانية لقطة اليوم شوف المتعة شوف المتعة هاي وحدة بالرأس بالتسعين رجعت وشوف التاري ما أجملها يا الله يا سمايليستا والله يا أهداف اليوم خرافية جدا 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 حتى بالصناعة ماهر يا ولد على رابونا وتمريرة لجونجالفيس شوف النظرة وشوف الروعة وشوف خداع الحارس في هذه الطريقة جونجا جول نعم إذا انتصار آخر وأتلتيكو مدريد بيوم من الأيام راح نواجهكم وراح ندمركم بإذن الله إذا الملاحقة بالترتيب مستمرة 56 أتلتيكو ونحن 55 أتلتيكو مدريد راح يلعب مع أتلتيك بلباو ونحن راح نلعب مع إلتشي مركز 14 إذا 24 نقطة بيدري واحدة من كراتنا يا بيدري سمايليستا واحدة مع بيدري يا على كرة بيدري يا بيدري تأخرنا بالتسجيل يا بيدري حلوة تمريرة سمايلي يا الله مستحيل يا بيدري تعالوا احتفل معي تعالوا احتفل معي تمريرة بالنص أو القلم يا بيدري يا صديق رجعنا للتمريرات والتيكي تاكا بووو على الانهاء ثانية ديووووو اليوم غير الأخيرة رح نخسر القطين إلا إذا سمايليستا يا مستحيل مرة أخرى فيران براس سيناريو مجنون إذا بيوم من الأيام أخذنا الدوري هو هذا اللي جاب لكم الدوري هذا اللي جاب لكم ثلاث نقاط بآخر الثواني أمام إلتشي يا الله يا كبير عن أي حماس نتحدث عن أي إصرار عن أي ضربة شوف الأولى راحت ما يأس فيها رجع مرة ثانية يا
جنون كرة القدم، يا جنون كرة القدم، ويا جنون البارسا، ويا جنون سمايليست. مستحيل مستحيل مستحيل. شوف 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 الجنون، وشوف شوف اللاعبين، يا الله مستحيل. خيالية جدا هذه الدراما. إذا في هذا الهدف القاتل قبل 13 جولة من نهاية الدوري رجعنا لمنافسة أتلتيكو مدريد، ولكن حاليا عندنا معركة ضد فولفسبورغ في دوري أبطال أوروبا. إذا المباراة الأولى راح تكون على أرض فولفسبورغ، راح يقودهم أبراهام هايمنك. ديونج يا ولد على التمريرة، حلو 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 يا عيني. ديونج 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 يا عيني ديونج، صنع لي أكثر من هدف نفس الطريقة. وإذا الهدف إسماعيليستا خلانا ننتصر بالذهاب نحو معركة إياب في الكامب نو، وإن شاء الله تأهل للدور القادم. إذا مباراتنا صعبة بالدوري ضد أتلتيك بالباو اللي بالمركز السادس 44 نقطة، ونحن ما زلنا عم لاحق أتلتيكو اللي راح يواجه أوساسونا. أوساسونا بالمركز التاسع. ديونج وحدة، إسماعيليستا بالكعب، يا عيني التيكي تاكا. لا يا فيرا، ثلاث نقاط مهمة يا بارسا، مهمة يا ديونج، مهمة يا بيدري. إسماعيليستا اظهر اظهر يا إسماعيليستا، روح يا بيدري. بعشقك يا بيدري، افضل ثنائية في تاريخ كرة القدم، إسماعيليستا بيدري. يا ولد يا ولد، يا اخي يا اخي عالم يا اخي، انهاء كلام تاني. شوف شغلة واحدة، لما ضليت بلا خيار شوف انطلاقة بيدري، انا درت ظهري فورا ظهر لي بيدري، وهاي لمسة من عالم اخر، وبوم على انهاك يا بيدري. إسماعيليستا وحدة فرا. يا جماعة شو احكي، اختمنا المتعب، اختمنا المتعب. اذا مالك مشترك اشترك يا اخي، والله هاي متعة ببلاش، متعة مجانية يا اخي. اي ثنائية ثالث للوارزة في التمريرة الثانية على الطاير، وحدة يا ولد. اليوم الاهداف نار نار يا حبيبي نار. اذا ما زلنا عم نلاحق لاتلتيكو، لاتلتيكو بدون تعثر 62 نقطة. اوهو، بعد أوساسونا مباراة اتلتيكو، يعني مباراة الدوري، يعني مباراة الانتقام يا جماعة. حاليا الاتلتيكو فاز، لازم نفوز اول شيء على أوساسونا، وبعدين نروح لحتى نفوز على اتلتيكو، فمباراتين من نار لحتى نتصدر. بيدري لمساتك يا متع يا بيدري، والله حطها حطها، خلينا نحسمها قبل موقعة الاتلتيكو. باور شات من عالم تاني، شكرا بيدري على صناعة عالمي. يا اخي بيفهم بيدري يا اخي، يا ولد يا ولد على التمريرة، اي تمريرة واي باور شات، بو با 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 با. ان شاء الله تدخل الحاسمة، رجل الاوقات الحاسمة. ما بداية 82 متعادل 1-1، مباراة حاسمة، وتحط طرابونة بعد ما تمر من حارس خاتم كرة القدم. لا يخاف هذا اللاعب، هذا لا يخاف، اعصابه ميتة هذا اللاعب. شوف المرور، شوف هون 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 هون، شوف 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 راح فيها المدا. يا ويل ادخل على الجميع. إسماعيليستا ادري بمباراة اتلتيكو مدريد بدنا ندمر الملعب، بدنا نزلزلهم، بدنا ناخذ الصدارة. نعم نعم نعم، اتى وقت الحسم، اتى وقت انه نعمل ريمونتاد على اتلتيكو مدريد في مباراة على ارضه وبين جماهير. هاي المباراة عندي اياها اهم من دوري الابطال. سمعني يا بيدري، سمعني يا توريس، يا جونجا الفيس، يا إسماعيليستا. مباراة نار، بيلينغهام موجود مع اتلتيكو مدريد، ماديسون، غوريتسكا، تشكيلتهم نار، مولينا، وهن متصدرين الدوري، فما في داعي للكلام. هيا بنا، اصعب مباراه بالدوري واقوى مباراه بالدوري واهم مباراه بالدوري ضد الاتلتيكو. يلا هي مرتدتنا، تعال يا بيدري، تعال يا بيدري، نفك شفره هذا الدفاع. تيكي تاكا تيكي تاكا، واحده للامام، ما زالت كاتالونيه. إسماعيليستا ممكن الان، روح يا جونجالفيز حكام. ما زالت ما زالت الكره فيها مهاره، فيها تمرير. بيدري إسماعيليستا وانتو خطيرة، لمسة يد وضربة جزاء، ولع الدوري، ولعت الصدار. هاتلي عادي هاتلي، الكرة رايحة الكرة رايحة، في لمسة، انا ما دخل، الحكم احتسب. كيسيي ضيع. يلا البارسا افضل، البارسا اخطر، البارسا ممتع. إسماعيليستا اوهو على تمريرات. ديونج هاته يا ديونج، هاته يا ديونج، وانا راح حل الامور يا ديونج. غيرها يا ديونج بيدري. يا بارسا يا ورزا يا ورزا، الصدارة اقتربت يا فران. ثلاثية مرعبة، شوف ديون واحدة لبيدري، بيدري بالكعب، وفران جول. ماديسون لكروز، يا الله شوط أول من النار. 1-0 الصدارة لنا لحد الآن، ولكن احذروا الأتلتيكو. بيلينغهام خطيرة لأتلتيكو، بيدري إسماعيليستا، وبيدري روح يا بيدري، واحدة من إسماعيليستا لبيدري. فران توريس خطيرة جدا. يلا ديوم كيسي إسماعيليستا، واحدة لبيدريتو.
الله هي القاتل بإذن الله. سمايليستا وحدة لي فيران توريس ديونج ديونج لفيران فيران لسمايليستا مروراك تمريرته جول 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 جول. الصدارة يا كتالون، وأحلى شيء في الصدارة إن اللعب جماعي، اللعب مثير، قلب واحد، فريق واحد، وبإذن الله فالنا الأبطال. الله الله على التمريرات، الله على الاختيار. بو 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 فيري جام باي باي، والإنهاء جميل يا ديون. يلا مرتدتنا القاتلة بإذن الله. سباي أوه فيها خطأ واضح، حاطين زار هذا بيلينغهام من البداية. شكرا يا حكمه. هاي مرور ثاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. تكمل تكمل يا سمايليستا، ما زالت المهارة مستمرة والتقدم مستمر. واحدة اثنين، الثالثة وين يا بيدري؟ ميزان 2-0 الصدارة يا كتالون، الصدارة يا بيدري يا ديونج يا فيران يا توريس يا جونجالويس. عالمي عالمي كتالون. اذا واخيرا شفنا البارسا بالصدارة، ما زال الدوري صعب. مباراتنا القادمة راح تكون ضد فيا ريال مركز الثالث، 10 جولات على نهاية الدوري. حاليا عندنا الإياب من دوري الأبطال على أرضنا، فزنا على أرض فولفسبورغ 1-0 وإن شاء الله بنتأهل. لازم نرجع للمباراة، لازم نسجل هدف الانتصار. سمايليستا والله العظيم اليوم المتعة مستحيلة يا جماعة. خلص الكلام خلص الكلام. هاي انا بالحقيقه كنت اعملها بالملعب بس في فيفا اول مره. مستحيل 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 مستحيل. اللي ما انتبه شو صار انت يشوف شوف 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 رفع اجر اليمين. يا جماعه انتهت الموت. والله احلى هدف في تاريخ مهنه لاعب حاليا، احلى هدف. اذا بالربع النهائي راح نواجه روما، وما زال هناك جولات صعبه جدا من الدوري، ومنها ضد ريال مدريد راح تكون وحده نهائي كاس اخر 3 شهور بالموسم. بالحلقه القادمه راح نلعبها. شكرا لكم ودمتم بألف خير.